الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فتوقفنا في الفيديو السابق بداية من قول الشيخ هنا ولم أنسى. قال الشيخ: ولم أنسى منهج أهل الحديث في طريقة معالجة المسائل والتركيز على الإثبات قبل النقش والتأكيد على التفتيش لا التخميش. معنى هذا الكلام أن الشيخ عالج بعض المسائل الفقهية ومسائل الأصول الفقهي ومسائل الحديث بطريقة أهل الحديث وتخريج الحديث والحكم على الحديث وبيان درجة الحديث وعلل الحديث وطرق إثبات صحة الحديث أو ضعفه. في هذه الحالة استعمل الشيخ طريقة علماء أهل الحديث، وهي طريقة في الحقيقة ليس هذا هو مكانها، لأن مكانها ليس كتب أصول الفقه، وإنما مكانها كتب الحديث. وهذا أيضا مما يعاب على الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، بأنه طول في هذا الشرح واستعمل عدة مناهج للعلماء في هذا الشرح. كما قلنا سابقا، استعمل منهج علماء الفقه المقارن ومنهج أهل الحديث وكذلك منهج أهل السيرة. سوف يأتي معنا في ترجمة الشيخ لبعض العلماء وبعض الأعلام في هذا الكتاب أيضا ترجمة مطولة، وهذا مخالف للكتاب. ثم قال الشيخ: والتركيز على الإثبات قبل النقش. معنى هذا الكلام أنه يأتي بالدليل أول شيء وهو الأصل، والأصل الله تعالى قال في حق هذه العبارة: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعتمد الشيخ هذا المنهج، أثبت دليل المسألة، ثم بعد ذلك بعد الإثبات الدليل بدأ يفصل ويشرح ويبين ما يدخل تحت هذه المسألة من مسائل وفروع، وفروع فقهية أو فروع حديثية أو غير ذلك مما يتعلق بوجه استدلال الماتن، الكلام المتعلق بالمسألة الماتن. ثم قال: والتأكيد على التفتيش لا التقميش. بعدما يأتي بالدليل يبدأ الشيخ رحمه حفظه الله تعالى ببيان المسألة، هذه العبارة فقط تأكيد لقبة النقش، تأكيد على التفتيش ثم بعد ذلك النقش لا التقميش. هنا فقط عبارة عن تكرار للكلام. ولذا قال الشيخ: لا تستغرب أخي القارئ إن وجدت فيه تخريجا وحكما على قواعد أهل الصنعة الحديثية. فنقول له: يا شيخنا، إننا استغربنا والله، لأنك اعتمدت على في بعض المسائل على أهل الصنعة الحديثية، وهو مما ينتقد عليك يا شيخنا الكريم، لأن أهل الصنعة الحديثية ليس هذا هو مجالها. مثلا تجد في كما قال هنا مثلا في حديث معاذ رضي الله عنه، ذكر هذا الحديث الشيخ هنا في هذه الصفحة، وهو حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله للدعوة إلى الله في اليمن، قال: فبما تقضي؟ معاذ قال له: أقضي بكتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد في كتاب الله، قال معاذ رضي الله عنه، فبسنة رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي ولا أزيد على ذلك. وهنا في هذه العبارة أجتهد ورأيي ولا آلو أتى بها المصنف الجويني ليثبت حجية القياس، لأن القياس هو يثبت بالرأي، يثبت القياس بالرأي. واعتمد المؤلف الجويني هذا الحديث في إثبات حجة القياس، والشيخ مشهور حفظه الله تعالى علق على هذا الحديث وضعفه فقال: فهو ضعيف. هنا قال: انظر، فهو ضعيف. وكان عليه فقط أن يكتفي بهذه العبارة، أو يتوقف فقط مثلا
في هنا في هذا المكان وفيه بيان ضعفه وبل بل نكرته بل نكرته. والأولى أن لا يأتي بقول تخرج الإمام أحمد ويبدأ يفصل، انظر هنا كل هذه التفصيلات، هذا التفصيل وما وأين يوجد الحديث ويعزو الحديث إلى مصادر الأصلية، فهذا ليس مكانه. وهنا يأتي أيضا مسألة طويلة، انظر في صفحة أو صفحتين تكلم فقط عن هذا الحديث، كان الأولى أن هذا كله زائد، كان الأولى أن يأتي بمثلا يكتب الحديث هنا، يكتب الحديث هنا ويضع هنا كلمة رقم واحد مثلا ويخرجه في الحديث، يقول انظر كذا وكذا وكذا دون زيادة تفصيل. كذلك مما من الأحاديث التي فصلها الشيخ واعتمد عليها حديث عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، لما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو موسى الأشعري في بيانه في طريقة القضاء وطريقة الحكم، وهو حديث طويل سوف نصله سوف نأتي إليه إن شاء الله ونشرحه في مكانه. وأيضا هو خرجه الشيخ مشهور حسن حفظه الله تعالى وحققه وطول فيه. ثم قال الشيخ حفظه الله: فإن لكتب الأصول بعامة آفات، أفصح علامة العصر وذهبي الوقت الشيخ المعلم اليماني عن بعضها، آفات بمعنى أن أخطاء وزلات وهفوات، فكتب الأصول تجد فيها كثيرا من الهفوات، وفي بعض مسائل أصول الدين أي في مسائل العقيدة مثلا تجد هذا الكلام في كتاب مزالق الأصوليين، تجد هذا الكلام في كتاب مزالق الأصوليين، كما قال الشيخ هنا حفظه الله تعالى في كتاب مزالق الأصوليين، وهو من تأليف وبين من تأليف الإمام الشوكاني حفظه الله تعالى. ذكر الشيخ هنا ذكر الإمام الشوكاني حفظه الله تعالى بعض المزالق وبعض الأخطاء التي وقع فيها الأصوليون، قال: ذكر مسائل عديدة ليس لها دخل في شيء أصلا، إنما مجرد إضاعة وقت، وهذا من أول الكتب المدونة إلى آخرة، فإن اشتغالهم بالمعرف هل يسمى حدا أم يسمى رسما. هذا تفصيل وفلسفة، عبارة عن فلسفة، لماذا يعرف الأصوليون المعرف، هل يسمى حدا أم يسمى رسما، وهل ثمة ما هي غير ما عرف بها، ما ثمرت هذا التفصيل وهذا الشرح، عبارة عن أمور زيادة عن الكلام وزيادة عن أصول الفقه، لأن إذا عرفنا المعرف أي شيء معرف تعرفه هل هو حدا أم رسما، ما فائدته في علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو فقط الاستدلال والإتيان بالقاعدة الأصولية و استنباط منها الحكم الشرعي والمسألة الفقهية، ما فائدة هنا التعريف بقول المؤلف المعرف هل يسمى حدا أو يسمى رسما، لا يمكن أن نستخرج من هذا الكلام أي مسألة أصولية أي مسألة فقهية وأي فرع فقهي، فهذا مما يعاب على بعض الأصوليين. أيضا هنا مزلق آخر في من مزالق وهفوات الأصوليين، قول المؤلف رحمه الله: اختلال كثير من قواعده حتى ترى القاعدة الواحدة قد اختلفت من وجوه، فيذهل الطالب جمع الوجوه وتشتتها عن تقرير القاعدة فضلا عن الاختلالات التي تطرقها، إلى غير ذلك من الكلام الزائد التي لا فائدة له ولا معنى له. هنا فقط هذا كلام زائد عن الموضوع وعن أصل الكلام، لأنه لا فائدة له، لا أطيل كثرة الكلام ولا أشرحه حتى لا يطول الفيديو ولا نخرج عن مقصود شرحنا لكتاب الورقات للإمام الجويني حفظه الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه حفظه الله تعالى: أفصح علامة العصر، أي بيّن هذه الآفات وهذه الهفوات، كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الشيخ المعلم اليماني حفظ رحمه الله تعالى، عنده كتاب يسمى سلسلة رسائل المعلم،
وهنا بين الشيخ حفظه الله تعالى في هذه الصفحة بعض المزالق الأصوليين، سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى وسوف نبينها بالتفصيل إن شاء الله. نتوقف في قول الشارح حفظه الله تعالى في هذه العبارة بقوله حتى لا يكون الفيديو طويلا إن شاء الله، ونواصل الفيديو التالي في بداية قول الشارح. ومن جملة ما التمس مني القراءة في علم أصول الفقه، فوجدت الكتب التي بأيدي الناس في هذا العلم على ضربين، قول الماتن والجويني الضرب الأول والضرب الثاني، وهما الضربان في بيان أنواع أصول الفقه. نواصل إن شاء الله تعالى هذا الشرح في الفيديو التالي، ونتمنى من الله التوفيق والسداد، وشكرا لكم إخواني الكرام، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.